ممكن انك دخلت على الفيديو حب استطلاع او من دون اي هدف، يعني لانه هذا الشيء ما بخصك او انت ما ورطان فيه وما عندك اي معاناة فيه. لكن بدي اقول لك شيء، الناس اللي واقعة في هذا الموضوع فقط الله سبحانه وتعالى بيعرف معاناتهم. وأنا لو أعرض لك مئات الرسائل اللي وصلتني، منها باسم مستعار ومنها اللي مبين شكله وشخصيته ما فارق عنده، كلهم بيكتبوا هم بيبكوا، بعضهم بيختم الرسالة مش قادر أكمل أكتب من قد ما عيني فيهن دموع. ملايين الناس حول العالم مواطنين فيه، منهم أنت بتشوفه على فكرة شكل ومركز وإدارة وإنسان جدا مرموق في المجتمع لكنه ورطان. فإذا أنت ما كنت ورطان في هذا الموضوع فالحمد لله رب العالمين، بس بنصحك أنا تشاهد الفيديو ليوم ممكن حدا من أقاربك أصدقائك معارفك أطفالك تضطر إنك بدك تشرح له أو توري فيديو مهم، فهذا الفيديو كثير راح يساعد. وكمان لو أنت بنت خالتي أو يا بنت خالتي كنت ورطانين في هذا الموضوع وبتعانوا، فأنا بدي أخبركم خبر كثير حلو، إنه هذا الفيديو بإذن الله تعالى راح ينهي هاي المشكلة إذا سمعتوا مليح وفهمتوا مليح. لكن ما بدي أفوت في هذا الموضوع وإحنا مشحونين حتى نهدى أعصابنا، بدي أحكي لكم حكاية إلها ارتباط في هذا الموضوع ومنها ندخل عليه، بس نكون مرتاحين وشوي نبتسم ونضحك قبل ما نفوت. إيش رأيكم؟ يلا نفوت على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، لو أول مرة بتشوفوني فأنا حسان بدران، محتوي موجه للناس البسيطة والشباب اللي هيك مثلي والكبار والصغار، من الناس اللي حابة تعرف أكثر كيف تعيش صح وحابة تتعرف على دينها عن قرب من دون تعقيدات كثير، تماما مثلي بالضبط إن شاء الله. في سنة 2001-2002 هيك رجعت على البيت الساعة 11 بالليل، لقيت أهلي عاملين شنيتسل وقاعدين بوكلوا، صوت الكرش تبعهم من برا خشت بكور شو يعني، والحمص وهالسلطة ويعني عفشيكة في الدار. من يوم وعيد على حالي في هالدنيا وانا متبع نظام غذائي، يعني في الليل مستحيل اوكل. المهم دخلت على البيت لقيتهم هيك بوكلو، امي قالت لي ولا يهمك يا حسان بكره احنا طالعين على الاقصى بخلي لك هاي الشكفة في الثلاجة، لما تصحى الصبح انت اكليها وفي برضو بطاطا شيبس اكلي وكل على كيفك. شو كلبي هيك نغمشت نغمش. المهم ثاني يوم الصبح ما طلعوا على المسجد الاقصى، انا بطلعش على الاقصى يوم السبت الصبح، بحب اطلع انا واصحابي في الباص اللي بيطلع يوم الخميس الساعة 2 بالليل. الباص اللي بيطلع يوم الخميس الساعة 2 بالليل هذا منصلي فيه الفجر، بنقعد شوي بعد الفجر وبعدين بنرجع. الناس اللي بتطلع رباط على المسجد الأقصى يوم السبت بروحوا على الساعة 6 الصبح بصلوا الظهر في المسجد الأقصى، بتسوقوا شوي وبرجع طول الليل. وأنا شو أحلم في شكفة الشنيتسل هاي. شنيتسل عارفين أنتو صدر دجاج هيك بنحط في طحين خاص فيه ويعني بنكله وشو بيطلع جنن. ما صدقت وأنا أصحى الصبح حطيت شكفة الشنيتسل على جنب الغاز، أطلعت صحن هالحمص، قمت كنيت هالمشروب من هالثلاجة، يا سلام على هيك يوم يا سلام. فتحت هالشباك هالعصافير بتزكزك، هالشمس صفراء حوالي 10-10:30 الصبح، يا الله. حطيت شكفة هالشنيتسل في هالمكلة وبدأت أكلبها، صارت صفراء صارت برتقالية، حطيتها في الصحن ويا ويلي يا ويلي باكلتاش يا ابن خالتي، إشي بتدي عن الخيال. أنا تعرفون أحكي لكم حاس إني بريل، إشي مش طبيعي. حطيت صحن هالحمص زبطته، وبعدين بدأت جبت هالخبزة حطيتها على الغاز وبدأت أكلب فيها، صارت تنفخ، أول ما تيجي تنفخ أوطي الغاز، تنفس شوي أرد أتفنن أتفنن أتفنن، يا ويلي هالأكلة بدي هيك أنط أنا في الأكل. المهم وأنا أكلب في هالخبزة سمعت طكشي خفيفة هيك وراي، ما لفيت إلا بس ابن اصفر ساحب شكفة شنيتسل غيرها، سحب شكفة شنيتسل هيك وبده ينط من الشباك يشرد فيها، من حرارة الروح قلت له لا، كان شكلي انا لما نفرت فيها قلت له لما قلت له لا هيك بصراخ طفت جي بي اس عنده شكله، بدل ما يطلع بدل ما يطلع من الشباك تبع المطبخ راح وين على الصالون وحاملها بفمه. المهم انا بدي الحق بدي اياها هاي امل حياتي، هاي بدي الحق وانا في الممر في هذا البوات الشتويه، اختي الصغيره عندها بوت شتوي كان هذول على شكل كلب ودب وهي شغلات. في الطريق لمحت هذا الدب هذا البوت اللي بتلبسه سحبته وراح شمطته فيها، المهم هذا بيأذيش بس يعني بخلي الاتزان، ما شلعته هيك كان فتى الجنح هيك عن جنب. المهم والبت الثانية حدي ما ألطشوا بيها إلا هو ساقطة منه شكفة الشنيتسل، صارت شكفة الشنيتسل بالنص، أنا هون هو هناك. طلعت وراي الخبز نفسات والمشروب وكاع والحمص وكاع، طلعت في عيني ليش هيك عملت؟ ليش كسرت أمل حياتي أنت ليش؟ شو اللي عملته هيك؟ قربت حملت الشكفة
نس حاله هيك وطلع من الشباك. طلعت شو هذا؟ رجعت فيها بجر أذيال الخيبي. خاب أملي أنا. حملتها قلت لنفسي لا لا يا حسان لا، حلمك ما يضعش منك. قاوم قاوم، خليك تخليش بس يهدم أمل حياتك. حطها في المكلة بهمش، كليها وخرى مرة. ما صارش شي ما صارش شي، كليها وبتوكلها وأنا أكل بيها. طب أنا منين بعرف وين حط ثمه؟ كيف أوكل هيك؟ بهمش بهمش ببين، هسا رح تشوف منين. كليتها ولا إلي نفس أشوف الخبزة ولا أنفخها ولا تنفس، ولا المشروب هيك على الأرض نفسي أعرف شو صار فيه. ما هو من غاز أكيد انخض وخلص راح الغاز تبعه. كليتها وطلعت وقلت أكيد من هون أكل كل الجهات إلا من هون. أكلت كل الجهات إلا من هاي النقطة. بعدين قلت يا زلمة تتهبل أنت عارف من هو عضها. خلص كلها وكلتها كلها. أصدقائي القصة بعرف إنها بتضحك، وأنا عن نفسي بتحملش لما أتذكرها إني ما أضحكش، بس خلينا نشوف هاي القصة إيش إلها علاقة في موضوعنا. علاقتها إنه اللي صار إنه في هاي اللحظات كان إفراز عالي من هرمون يفرز في الدماغ اسمه هرمون المكافأة، وباللغة الإنجليزية الدوبامين. هذا هرمون الدوبامين هو من إحدى أكبر نعم الله علينا، يعني لولا هذا الهرمون في حياتنا لكنا ناس مجردين من الإحساس والسعادة، ويسمى في كثير من الأبحاث هرمون السعادة. فهرمون الدوبامين الذي يفرز في المخ يحفزنا ويعطينا إحساس بالسعادة لما منكون مقبلين على شيء أو بدنا نكافأ بشيء. أكثر الأوقات اللي يفرز فيها ونشعر فيه أشكر إنه موجود لما منكون ننتظر هدية من حدا أو مكافأة، أو موصيين طالبين أكل من مطعم وبدو يجينا على البيت، مثلا بيتزا، وانت تفتح في البيتزا أو تأخذها انت من اللي جابها بيكون هو عالي فبتشعر بسعادة، أو لما الجرسون بيكون يجيب في الأكل، أو لما بتكون بدك تشتري شيء في خلال لحظات الشراء أو انت تحط فيه في السلة بيكون الإحساس فيه عالي هذا الهرمون. لكن هذا الهرمون ككثير أشياء في حياتنا، أعطيك مثال عشان أوضح لك إياها. اليوم أنا مثلا راسي بوجعني، واحد من أصدقائي أو مثلا زوجتي أو أمي أو أي حدا من اللي قاعدين معي ما شفته إلا دخل على المطبخ جاب لي كاسة مي معها حبة دواء لوجع الراس وقال لي تفضل اشرب إن شاء الله هسه بخف. يا الله الله يفتح عليك، يا الله يرضى عليك، يا الله يرضى عليك مثلا لزوجتك، يا أصيلي يا بنت الناس أنت كيف اهتميتي حبت الدواء هاي، يا الله نعمة تخفف وجع الراس. لكن أنت دخلت وراها على المطبخ من دون ما هي تنتبه، من دون ما صاحبك اللي أنت عنده في البيت ينتبه، لقيته بذوب 20-25 حبة دواء في كاسة وبيجيب لك إياهم. هذا قاتل. هاي المرأة بتظلش في البيت، وهاي المرأة أو الصديق يفضح ويبلغ عنه للشرطة، هاي محاولة قتل. الله الله مالك يا حسان، ما قبل شوية كنت مبسوط يا أصيلي ويعني متلهف على أنا متلهف لأنا حب الدواء جاب لي إياها، لكن حبة الدواء المفيدة لما بتصير زايدة عن حدها بتصير قاتلة. فهمت؟ الدوبامين لما يفرز بالكميات المطلوبة الخفيفة بتجعل الحياة كلها سعادة، لكن لما يفرز بغزارة وبكثافة وبكثرة يصبح كارثي. كيف؟ أنا بقول لك، لما الإنسان بشاهد مشاهد إباحية وجنسية المخ يفرز هذا الهرمون. لما الإنسان بفكر أو بشاهد هيك مشاهد، عذرا على أني أنا واضح في هذا الموضوع ممكن ما اعتدت علي، وأنا كمان من الناس اللي مش كثير جريئة في الحكي في هذا الموضوع لأنه في كثير طبقات اللي بتشاهدني ليس فقط الكبار، لكن مجبرين. أنتوا الرسائل اللي بتوصلني كمان مرة ما بتعرفوا إيش مكتوب فيها، أنتوا ما بتتخيلوا حجم المعاناة. وفي نهاية الفيديو رح تفهموا ليش أنا مجبر إني أحكي فيه، وأنتوا ليش مجبرين إنكم توصلوا هذا الحكي لكثير ناس. وكثير من الأهل اللي شايفيني ممكن ما يوروا أطفالهم الفيديو، لكن بدي منكم في مرحلة من المراحل أنتوا بلسانكم أو بتوروهم الفيديو أو بأي طريقة كانت تخليهم توصلهم هاي المعلومات. لذلك خلينا جريئين ونحكي. هذا الهرمون لما يفرز عند مشاهدة
الأفلام الإباحية والمشاهد الجنسية يفرز بغزارة، وهذا الهرمون بغزارة إذا أفرز أينما يمر بدمر الخلايا. خليني أنا أوريكم شيء جهزت لكم إياه هيك علشان نكون شايفين هذا الهرمون من وين بيطلع، وين يفرز في المخ، وعن أي نقاط بمر في المخ وبإيش بيأثر. مهم جدا نكون عارفين إنه المخ مقسم لأقسام، يعني مش كلياته هيك ماسك يلا اشتغل كله هاي خذ هاي. كل جزء في المخ مسؤول عن شيء في حياتك. هات مع بعضنا نشوف النقطة الأولى اللي هي السيطرة على سرعة القلب. لا شكله رايح باتجاه ثاني، التوازن. لا هذول مش البصر، لا الفهم الكلام تعلم لا راح لاتجاه الثاني، يعني لا تعلم اللغات ولا فهم الكلام ولا درجة الحرارة الشعور بها ما لناش علاقة فيهن. ها في نقطة تحت، إيش هاي يا ساتر؟ السمع والذاكرة السمعية. لا شكله رايح باتجاه ثاني، ها مر عن إشي يا لطيف. ايش هاي بتكون؟ اوبا شخصية. كمان نقطة، ايش هاي؟ ثقة بالنفس. يا لطيف ايش هاي النقط اللي بمر عنها؟ كمان نقطة، يا الله استر. تحكم الارادة بالحركة. كمان نقطة رايح عليها، يا رب سلم. ايش هذول يا ربي؟ تعامل مع المشاكل. يا الله رايح باتجاه كمان نقطة، اتخاذ القرارات. يا الله هذول اللي راح عليهم كارثة محققة. يعني أنا لما بنضرب عندي مركز اتخاذ القرار، أو لما بنضرب عندي النقطة المسؤولة عن قوة شخصيتي وضعفها، أو عن الثقة بالنفس، أو التحكم في الحركة الإرادية، أنا إيش بصفالي؟ أنا هسه فهمت، فعلا هسه فهمت ليش بتكون النفسية محطمة، ليش الناس اللي كانت تبعث لي رسائل كان حالتها بالويل، لأنه الموضوع مش نفسي. عارفين إيش قصدي مش نفسي؟ يعني مثلا واحد وقع عن سلم وجايك ايدي بقول لك وايده هيك مكسورة نافخة، تقول اسمع مني، خذ لك كاسة نسكافيه، انزل على الحديقة هدي راسك وان شاء الله بتطيب. ايش بتطيب يا زلمة نافخة؟ ايدي بقول لك مش قادر اوقف، خذوني على مستشفى. صح بزبط. ايش النفسية هذيك؟ بقعد هيك بهدي راسي. الاشياء هاي بنفعش معها، ولما بنحكي عن خلايا المخ والاعصاب تماما هيك مش شيء نفسي. فلما أنا الهرمون بمر من هذا المسار وبيحرك وبيدمر هالخلايا، معناها الموضوع مختلف. فيش فيه خذ كاسي ولا سافر لك رحلة برجع، لا العصب اللي بنحرك، الخلية اللي بتتدمر، فيش غير هيرجع. الله بيعلم كيف بتترجع، إذا بتترجع بنفعش. لذلك كل مرة انت بتشاهد فيها مشهد إباحي أو فيلم جنسي، انت مباشرة زي اللي معه إبرة وبضرب هون، مثل ما انتبهت هاي مقدمة الرأس هناك، مقدمة الرأس يعني ناصية ناصية؟ ايش ناصية؟ لحظة سامعاي، مش في القرآن في صحيح لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ايش يعني هاي؟ يعني القرآن من اكثر من 1400 سنة خبرنا انه هاي المنطقة المسؤولة عن القرارات. لو كان عندك شك في البحوث العلمية الحديثة، انا بطمنك القرآن كان مظبوط. هاي المنطقة اللي بتحدد القرار، وهاي المنطقة اللي بتتخذ القرارات. اوه يعني الموضوع كثير جدي، جديين اخرى. هاي المنطقة فعلا الله سبحانه وتعالى جعلها هي المسؤولة عن قرارات حياتك. دمرها انت دمرت، احفظها انت انحفظت. طب حسن الموضوع فعلا كثير كبير، وانا والله واقع فيه. يعني انا تخيلت انه كبير بس مش هالكد كبير. طب تقدر تساعدني كيف اطلع من هالقصة اللي انا فيها؟ اولا فيش اشي ملوش حل، فيش اشي ما بنقدرش نطلع منه. الله سبحانه وتعالى جعلنا بشر قويين، جعل فينا قوة عظيمة بنقدر احنا نتغلب على اي شيء. فاذا انت ادمنت او اذا انت وقعت فيها بتقدر تطلع. الخطر عظيم ولكنك قادر تطلع منه. انا بدي اعطيك 6 نقاط، لازم هذول ال6 نقاط تعملهن علشان تطلع منها. النقطة الاولى، اطلع على اقرب صيدلية او وصي من النت على اوميجا 3 واشرب مي كثير.
ومارس الرياضة. أنا هظل بدي أهن منك علشان جسمك يفهم إنه في تغيير جايين عليه، تغيير صحي. بننتقل قاعدين من الحياة اللي عايشينها لشيء جديد في حياتنا. النقطة الثانية، الانشغال. اقطع الفراغ بسكين العمل. مجبور الفراغ اللي انت عايش فيه تسده. ما تعطي مجال للفكرة نفسها انها تيجي على عقلك. مش فاضي راسي في 100 دوام، مش وقته هسه، ولا بدي اشاهد ولا يحزنون هيك راسي. النقطة اللي وراها، عدم التواجد في الاماكن اللي اعتدت انك تشاهد فيها. اذا انت معتاد انك تشاهد في الصالون، ما تدخلش الصالون في هاي الفترة. إذا أنت معتاد أنه أنت تكون في غرفتك لما تشاهد، خلي الباب مفتوح، أو أنك تتواجدش في الغرفة لما تكون لوحدك. النقطة الرابعة، تذكر الخطر. تذكر الإبرة اللي بتأخذها في مقدمة راسك اللي بتدمر لك اللي قلنا عنه دمار كامل. وارجع شاهد هذا الفيديو أو اكتب النقاط عندك وشوفهن على السريع دائما، لأنه إذا ما عرفنا الأخطار ما ممكن نتحدى. سيبك من فكرة أنا بدي أبطل أشوف علشان محترم، سيبك 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 من كل هذا، حطه على جنب وخذ القرار، لأنه خطر، لأنك تواجه خطر حقيقي بإنك تفقد عقلك. البعض ممكن يقول لي فقد عقلك يا زلمة وهيك وصلتها. انت لانك مش متابع ومش مختص ومش قاعد بتبحث عن عدد الناس والزيادة المرعبة لعدد الناس اللي بتفقد عقلها، ولا عدد الناس اللي بتتوجه للمصحات العقلية. واسأل المراكز الطبية العقلية، واسأل المستشفيات اللي تعتني في الامراض العقلية، بتقول لك في زيادات مش طبيعية في الدنيا. انا ما بقول لك اللي يصاب فقط بسبب هيك، لا، انا بقول لك انه الناس تصاب بانها تفقد عقلها، ممكن جدا. ما تفكرش انه هاي النعمة بتدوم، لا لا، هاي النعمة بتدومش. هاي النعمة اذا انت ما حفظتها بتدومش، فحاول بسنانك بكل جهدك تحافظ عليها باي طريقة. اهم شيء تعرف انه في خطر عليها. معهد ماكس بلانك الالماني المختص بالابحاث الطبية بيقول ان هناك علاقة مباشرة بين مشاهدة الافلام الجنسية او المشاهد الاباحية وبين الزهايمر. ونقطة هامة جدا، العلماء بيقولوا للحفاظ على الموجود من خلايا المخ يجب انك تمارس الفعاليات الذهنية، تحل مسائل حسابية، تحفظ شعر، تفكر. لحظة شوي، طيب ايش ممكن يدلنا هذا؟ تحفظ قرآن يا حسان، انا تبع حفظ القرآن. يا زلمة تحفظ قرآن مش القرآن، تحفظ قرآن. ايش بتقدر احفظ؟ سورة الفلق، سورة التين، سورة اي سورة من السور، روح مثلا في جزء عام مع السور الصغار، اي شيء تنشط ذهنك على اساس الموجود نحافظ عليه بس مش أكثر. فنحافظ على الموجود، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع بركة القرآن في الرأس ومع تفكرك ومع حفظ الآيات، إن شاء الله شوي شوي الخلايا اللي انحركت مع الوقت وراحت ودمرت نقدر نستعيدها ونبنيها. فلذلك مهم جدا تبدأ مشروع حفظ للعلاج. شوف حاليا أنا بقول لك مش حابب تطلع مني، بس اسمعني، مش للأجر والثواب حاليا. أسأل الله أنه يا رب يتقبل منا ويرزقنا الجنة ويعني ويرزقنا الثواب، لكن حاليا أنا بقصد حاليا كعلاج، كدواء، كدواء احفظ قرآن. والنقطة السادسة المهمة، سجل تاريخ. من هذا التاريخ أنا ما شاهدت، من هذا اليوم أنا ما غلطت هذا الغلط. وبدأ عد لنفسك. إذا بتنتبهوا في فيديوهاتي تقريبا كلها بطلب منكم إنكم تجعلوا عداد. الإنسان من دون محفز صعب، مستحيل. بشر بشر، منحب حدا يقولنا ما شاء الله أنت رائع. بشر إحنا منحب حدا يقولنا أنجزت أنت، استمر. مين بده يقولك هون؟ لمين راح تحكي؟ هذا الأمر سري، مستحيل، فيش حدا بيحكي لحدا، أنت حكي لنفسك. سجل عندك وحفزها. صرت شهر، صرت شهرين، خلص 3 أشهر، أنا طلعت من اللي أنا فيه، أنا راح إدماني، هذا محفز. وأهم شيء، أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. طيب الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا رسالة، خلينا نسمع إيش هي الرسالة. كل المؤمنين، لحظة شوي، هاي رسالة إلنا كل المؤمنين، يعني الحكي موجه لنا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
لذلك أصدقائي من اليوم عنا قرار إن إحنا هذا الخطر ما بدناش إياه، وإن إحنا أشخاص مش مفرطين في عقلنا، لأنه عقلي إذا فقدت بفرط وقتها بكرامتي وبسيارتي وبمصنعي وبتجارتي وبولادي في شيء بضللك بعد عقلك. قرار من اليوم بإذن الله تعالى ما رح نقترب من هذا الخطأ ورح نغير حياتنا. تنسونيش من دعائكم، كونوا بخير والسلام عليكم.